جددت عائلة سالمين لجلالة الملك المفدى الولاء والبيعة، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالته مع دعمهم لسياسته التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق آمال وتطلعات شعب البحرين الوفي الذي يرى في جلالته القائد الفذ الذي يقود مملكتنا العزيزة إلى آفاق رحبة تحقق لشعبه الوفي كل الخير، وتستنكر عائلة سالمين وتشجب كل المحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة والنظام القطري من أجل شق الصف وإثارة النعرات الطائفية بين أبناء البلد، وتؤكد وقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعمها لسياسة جلالته.